مساكم الله بالخير مشاهدينا في التغطية المباشرة لضاحية عربات الطعام واللي تستقطب العشرات من الفوتراك والمشاريع البحرينية المتميزة بأفكارها ولها جمهور كبير، وذلك بتوجيهات ودعم من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبرؤية من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، أمين عام مجلس الدفاع الأعلى، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللي تم افتتاحها من قبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة. بنروح معكم لايف لينك مع زميلتنا زينة مصطفى وراح تخبرنا عن الأجواء. مساء الخير زينة. مرحبا شوق. طبعا انا مثل ما قلتي مثل ما يعرفون المشاهدين انا موجوده في الساحه المخصصه للعربات. طبعا شوق احب اقول لك انه طبعا الاصداء اللي واصله عن هذا المكان اصداء جدا حلوه، وهذا المكان يعتبر من الاماكن المحببه عند الناس لانه يتواجد هنا الكثير من الفود تراكس والمشاريع البحرينيه اللي كل واحد فيها خلينا نقول قاعد يتفنن بطريقه عرضه للمنتجات مالته، ان كان قهوه ان كان برجر او غيره. طبعا اكيد مشاهدينا انا أشجعكم أنكم تكونوا موجودين معنا علشان تشوفون الأجواء وتستمتعون أيضا في المشاريع البحرينية والابتكارات الجديدة، وأيضا تستمتعون معنا في الجو الحلو أنتم وعيالكم. وأكيد ما راح ننسى الاهتمام بالإجراءات الاحترازية بخصوص كوفيد 19 اللي هو كورونا. طبعا أكيد راح نكون متواجدين معاكم خلال حلقة اليوم، ولا ننسى أن نذكر راح يكون في مسابقة من أسئلة معينة لكم، أكيد إن شاء الله تكونوا معنا مشاركين في هذه المسابقة. أكيد راح نرجع لكم خلال الحلقة، ولكن الحين راح نرجع لكم. يعطيك العافية زينة. مشاهدينا طبعا هذه المشاريع المميزة والضاحية اللي تستقطب وتقوم بتنظيمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض كلها وضعت في عين الاعتبار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم وسلامة العاملين فيها. أيضا بداية حلقة اليوم بتكون مميزة مع شخصية حبيناها سواء في مجال التمثيل أو مواقع التواصل الاجتماعي، هي ممثلة جميلة تعود مرة أخرى للمجال بقوة ولها ذوق وتحب أنها تدعم المشاريع البحرينية دائما. مرحبا فيك فنانتنا مروة خليل. مرحبا فيك حبيبتي، حبيت أمسي عليك أنتي وعلى جميع متابعين تلفزيون البحرين. مساك الله بالخير. في البداية إيش رأيك في فكرة الفود تراك ولا يعني عربات الطعام المتنقلة؟ شوفي بقول لك شيء، اولا بدايه انزين انا وحده اعشق الاكل انزين وطباخه انزين فبالعكس فكره الفود تراكس مشروع جدا ناجح، واحس انه شيء حلو انه يبرز مواهب المدفونه عند البحرينيين. شفتي يعني كل مشروع او كل شيء يبتدي صغير ويكبر، بالعكس الفود تراك يصقل مواهبهم، ونتمنى لهم جميعا ان شاء الله نشوفهم يعني عندهم افرع في جميع انحاء المملكه. وشيء حلو شكل، ويعني بقول لك انا ترى زرت هني مرتين، كان عندنا تغطيه يعني في اطعمه او في مثلا البرزنتيشن سواء كان اكل ولا مثلا مشروبات او كوفي او ايس كريم حتى الحلويات، شيء يبهر الواحد. يعني دائما حتى احنا لما نسوي اعلانات يعني اقول ان هاي مشروع مثلا منزلي او هاي مثلا فود تراك، لا يعني هاي المفروض يكون عندهم محلات. صحيح، وهاي يمكن اللي ياخذنا حق السؤال الثاني، يعني انت دورك اليوم كمشهوره ومتفاعله مع وسائل التواصل الاجتماعي، شلون يكون الدعم مقدم لاصحاب هذه المشاريع؟ شو بقول لك، طبعا احنا في هالزمن زمن السوشيال ميديا، الدعم هو يكون انتشار. صحيح. انزين انتشار هو مجرد ما مثلا سواء انا ولا غيري اي بلوجر او فنان يصور محل ولا اكله سواء ملابس ولا 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 ولا، هذا يكفي. هو الانتشار يكفي علشان الناس تعرف المحل. صحيح. بس المهم مو في الانتشار، المهم شلون الشخص هو يثبت الزبون عنده. طبعا هذه يعني يجرنا حق موضوع ثاني، ان انت
يعني غير ان انت تسوقين لهم من خلال الانتشار اللي انت تقدمينه لهم، لكن بالنسبه لك شنو اللي تفضلينه انت كمشروع ان انت تروحين له؟ أكيد أكل يعني هو كله أكل، لكن شنو اللي أنت تميلين لأكثر؟ مثلا في ناس تميل حق البرجر، في ناس تميل لا الأكل الشعبي، في ناس تميل حق السويتات على سبيل المثال. أنا كل شيء كل شيء لذيذ أميل له، سواء برجر سواء أكلات إيطالية، حلويات على رأس القائمة هاي طبعا يعني. بس شوفي بقول لك شيء في الأخير، إحنا نقول لو خليت خربت الناس أذواق. يعني في ناس مثلا تروحين مطعم او مثلا تروحين فود تراك البرجر عندهم واو، يجي شخص يقول لك انه مثلا لا هذه عادي. بس الاخطاء اللي يسوونها مثلا اغلب الناس انه يشوفون لما الاقبال يزيد عليهم يقومون هم يتفنتقون، انزين فيبون انه يسوون شيء افضل، يقومون شيء يسوون يعفسون السالفة ويخلون الناس ما تجيهم. بالضبط. مثل ما قلنا انت تحبين الطبخ ولك يعني مزاج فيه، فما فكرت ان انت تفتحين لك فود تراك على سبيل المثال؟ والله وايد قالوا لي فود تراك يعني فود تراك فود تراك، بس شوفي بقول لك هو انا عندي المطعم اسهل. انت لما تفتحين مطعم عندك طباخين، انت تعلمينهم مثلا الريسيبيز، خلاص يمشون على اللي انت علمتيهم. صحيح. بالنسبه لي انا فود تراك تحسينه مشروع بحريني، يعني لازم الشخص نفسه هو يكون موجود متواجد بشكل يومي، فأنا صعب أن أكون متواجدة هناك بشكل يومي. يمكن أنت ما تقدرين تكونين متواجدة بشكل يومي، بس يمكن تحطين لك موظف يساعدك في ذي الموضوع. يعني أنا لأن متابعة لك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة حق زوجك، فأنا أشوف أن أنت تقدمين أطباق جميلة، فحلو أن أنت يعني تركزين على هذه الجانب وتقدمين شيء حق الناس، يعني خصوصا أن هذه من اهتماماتك. بكون شذابة لأن شوف من نوع أنا إذا مثلا أسوي مشروع ولا شيء أكون جدا دقيقة في كل التفاصيل، أحب أن أنا أكون متواجدة. يعني سواء أنا كان عندي مطعم ولا صالون، لا أنا أكون متواجدة يعني أراقب كل شيء على رأس العمل. بالضبط. زين فهذه كان أسهل لي، مثلا الصالون كان مثلا تروحين بالنهار تروحين طلع كذي أوكي، بس العربة لا، غير لما أنت تكون هذه ترى لا دور كبير. صحيح. يعني غير لما تجيبين مثلا عامل يكون متواجد، غير لما الشخص نفسه يكون متواجد، غير لما دم بحريني يكون متواجد. وانت لما تتابعين الموضوع اكيد راح يكون له انطباع ثاني بالتأكيد. اكيد طبعا. يعني شوفي انت مثلا لما تروحين اي فود تراك، زين ترى يشدك لما تشوفين بحريني او بحرينيه واقفه، او تشوفين مثلا اي عامل متواجد في هاي الفود تراك سواء فود تراك او اي مشروع ثاني. صحيح. جربتي السوشيال ميديا وهذه يمكن صار بعد انقطاع عن الظهور، شنو القادم؟ شوف هاي القادم ان شاء الله باذن الله، انزين في عمل انزين من تاليف او كتابه زوجي كوه موجود هنا، انزين بين القدر والوصال، بس ليحين يعني ما كمل النص، في شويه تعديل الكاستنج، فان شاء الله قريبا، وفي عمل ثاني بس ليحين ما قريته. خليها مفاجأة. أتمنى لك التوفيق، وهذا يمكن شيء حلو أن ترجعين بعد انقطاع طويل على الشاشة، وإحنا مترقبين هذه الأعمال بالتأكيد. شنو الأشياء اللي تغيرت فيك من بعد فترة هذه الانقطاع الطويلة؟ تقصدين مجال التمثيل؟ مجال التمثيل؟ إيه. والله ولا شيء. مثل ما أنت؟ مثل ما أنا. يعني الفنان خلاص، يعني شو بقول لك، الفن موهبة. يعني هاي الشيء موجود فيك منذ الصغر، فالشخص اللي يحب الكاميرا سواء انقطعتي سنة ولا سنتين ولا 10 ولا 20، لما تكوني مثلا قدام الكاميرا خلاص ترجعين. وإن شاء الله تراجع بقوة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. وفي السوشيال ميديا هل راح تسوي مثلا برنامج معين، أو راح تمين على مثل التغطيات اللي أنت قاعدة تطلعين فيها حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ والله حاليا مثل ما أنا، بس في فكرة يعني
كذي برنامج ان شاء الله على رمضان ان شاء الله باذن الله. شكرا لك على حضورك، واحنا جدا سعيدين وان شاء الله نتمنى لك التوفيق في هذه الاعمال القادمه، واكيد اضافه جديده راح تكون للشاشه البحرينيه بالتاكيد ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشاهدينا الاجواء جميله والتشويق والمسابقات مع زميلتي زينه مصطفى اللي بتسال سؤال له علاقه بحلقتنا لهذا اليوم. مرحبا زينه، مرحبا فيك مره ثانيه. شكرا لك شوك، طبعا رجعنا لكم من الساحه المخصصه للعربات ومع السؤال الحلقه لليوم. هذه اول سؤال معانا. تعرفيني بنفسك؟ زينب. والنعم، شلونك؟ الله يسلمك. زينب اول مرتين؟ ساعات يعني مر حق عشاء بس بنمشي. شنو المطاعم اللي جربتيها وشنو الاشياء اللي جربتيها؟ في كذا مطعم جربناه، يعني كل مره جابين واحد لان في خيارات متنوعه، فحلو ان تشاركين تشيكين كذا مطعم عشان مره ثانيه لو بتروحين تعرفين ان ترى هذا المكان مجربتنا. يعني ايش رايك في الاجواء بشكل عام؟ ايش رايك في المكان انه هو مناسب حق الكبار والصغار في نفس الوقت؟ وايد حلو لان المكان بشكل عام يعني الاجواء حلوه لان الحين الشتاء، فالاوبن فالاوتسايد، ف يعني بشكل عام احنا نحب هاي الاجواء برا تكون، لان الاجواء احنا ما عندنا طول السنه اجواء كذي، ففي الشتاء لما تكون هذه الاماكن يكون عليها اقبال يعني متزايد، خاصه الحين في الويكند بيزيدون بعد اكثر. شنو حابه تجربين اليوم؟ هل ناويه انك تجربين شيء من المطاعم الموجوده؟ ان شاء الله. خلنا نسالك سؤال الحلقه، تمام؟ جاهزه؟ ان شاء الله. ليش في المسلسلات والافلام وكذي؟ ان شاء الله. إذن اي مسلسل من المسلسلات التاليه شاركت فيه الفنانه مروه خليل؟ اعطيك خيارات اللي هما ملامح بشر، مسلسل سعدون، ومسلسل نيران. سعدون ونيران شوي قديمين، اتوقع ملامح بشر. صح، الاجابه ملامح بشر، اللي كان من اخراج المخرج البحريني القدير محمد القفار. لك جائزة مقدمة من بي والد بقيمة 50 دينار. عليك بالعافية. الله يعافيك، شكرا. إن شاء الله تستمتعين اليوم في الأجواء. إن شاء الله. شكرا. طبعا مشاهدينا نفس ما شفتوا كانت عندنا أول سؤال لحلقة اليوم، أكيد راجعين لكم مع سؤال ثاني من مقدم أيضا من 50 دينار من بنك إله. عودة لكم، ولكن الحين راح نرجع مع شوك في الاستديو. يعطيك العافية زينة. فقرتنا الثانية عن شاب بحريني مثابر ومجتهد دخل مجال التجارة للعربات المتنقلة بعد دراسة عميقة وجدية. شارك في العديد من الفعاليات والمهرجانات المحلية ليتميز بمنتجاته المميزة اللي يضع عليها لمساته الساحرة والفريدة لتجعلها استثنائية. خلونا نتعرف أكثر على ضيفنا في الاستديو، الشخص حسن الخلو، صاحب العربة المتنقلة 96 degrees، ولكن من بعد هذا التقرير اللي أعدته لنا زميلتنا شريفة محفوظ. صار لنا في مجال اللي هو الكوفي الفود تراك سنتين حاليا، والدرس اللي تعلمته منه انه تكون صبور مع الكاستمر، لان يوميا تلاقي كاستمر يعني اللي هيك صبور واللي هيك معصب، ولا لازم تفهم شنو يب الكاستمر. التوفيق بين الدراسة والعمل تعتمد اللي هي على مسألة الوقت، تنظيم الوقت. إذا نظمت وقتك بيكون كل شيء بعدين مرتب، من ناحية الدراسة ومن ناحية البزنس بشكل عام، ومن ناحية إذا واجهت بعد يمكن شغل في نفس الوقت بعد يطرأ لك، توفق ما بينهم ثلاثتهم. وحاليا مع وضع جائحة كورونا صارت الدراسة عن بعد، صار يعني الشيء أسهل شوي إني أدرس أونلاين وفي نفس الوقت أي حق اللي هو البزنس. الكوفي اللي نسويه لنعده الكوفي يكون بطريقة بروفيشنال، في نفس الوقت التعامل مع الكاستمر
هو اللي يجذب الكاستمر بشكل عام، يعني هاي الاساسيات اللي تجذب الكاستمر حق التراك نفسه. هاي الشيء في البحرينيين بشكل عام، اذا شافوا بحريني صاحب البزنس قاعد يشتغل بنفسه داخل، فشي طبيعي انه بيدعمونه. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع ضيفنا في الاستديو الشاب حسن الخلو. مرحبا فيك أخ حسن. مرحبتين يا هلا. في البداية بنتكلم عن انطلاقتك، كانت في 2013 لكن في 2017 كانت بدايتك الحقيقية، كلمنا عن هذه البداية. طبعا البداية هي كانت الفكرة مأخوذة لزيارتي لتايلاند. كانت تايلاند عندهم شايعة هالتركات موجودة هناك، بس لما رديت شفت كل شيء اختلف، ان الفكره اللي هناك ما اقدر اطبقها في البحرين وما كان في منها موجوده. فخليت الوقت يعني انتبهت لدراستي واشتغلت، لما كانت عندي الامكانيات وجمعت المبلغ الكافي، واتوقع لمدى 2017 شفت الشائعه وظهرت في البحرين، شفت اكثر من تراك ان قاعدين ينزلون السوق. رحت استفسرت عنها وتبحثت يعني شلون ان راح تكون بدايتي بخصوص التراكات، وفكرت في مشروع اللي هو الكوفي شوب كانطلاقتي في 2017. يعني انت يمكن في 2013 ما كانت الفكرة جاهزة، فالحمد لله لان انت طبقتها في 2017. درست ادارة اعمال صحيح في الجامعة، هل ربطت ما بين الدراسة والمشروع؟ اي نعم، يعني الدراسة بشكل عام، بشكل عام الدراسة في اللي هو ادارة الاعمال هي اللي خلتني وحفزتني ان شلون افتح مشروعي الخاص. في دراستي جامعة البحرين كنت أدرس في نفس الوقت أفكر شلون يعني الدراسة راح تفيدني في حياتي اليومية، ما راح تكون يعني الدراسة عبارة عن شغل في شركة ولا شيء، لا يكون لنا مشروع الخاص لنفسي. وانت أسست نفسك من البداية بالتأكيد، أكيد مريت في تحديات كبيرة وأكيد هذه التحديات ما وقفت انت عندها ووصلت فيها لليوم، فكلمنا عن هذه التحديات اللي انت واجهتها من بداياتك لليوم. طبعا التحديات هي كانت لما نخلص جامعة عندي شهادة وين تروح تشتغل. فالحمد لله الله وفقني، اشتغلت له بشركة بتلكو لمدة 5 سنين. في وقت ما أنا أشتغل قمت أسعى أن أفتح أسست نفسي عشان أفتح مشروعي الخاص. التحديات طبعا كانت اللي هي بتكون من جهة مالية، لازم كل مشروع يحتاج لرأس مال صحيح، ورأس المال هو لازم الشخص يكون عند رأس المال عشان يفتتح مشروع ويطمن. يعني حتى لو كان عندك المشروع مثلا يكلف 20,000، 20,000 ما راح تكون وافية بذاك الحد، لازم يكون عندك تقريبا مبلغ فوق 20,000، لو صارت ريسك في البزنس نفسه تقدرين تعالجينه بهذه الفلوس. صحيح، وبعد يمكن من التحديات الانتشار، انت شلون يعني تبتدي، شلون تعرف الناس اللي باللي عندك، فأكيد هذه من التحديات اللي واجهتها. شلون قدرت انك انت تغطي هذا الجانب؟ وغطينا هذا الجانب من جهة مشاركاتنا مع هيئة السياحة بفعالياتهم حول السنة كامل، يعني صحيح عندهم أكثر من فعالية نقوم نشارك فيها، نشترك في جامعات ولا مدارس نروح نزورهم بالتراك. طبعا انت تقدم المشروبات الساخنة والباردة مثل الشاي والقهوة، بس معنى ان انت تستخدم نوع معين من القهوة، شنو النوع اللي تستخدمه؟ الإيطالي. إيطالي ايش معنى؟ طبعا له النوع الإيطالي للقهوة هو النوع المميز والأكثر انتشارا في السوق، هو أساس القهوة بشكل عام، يعني أساس الإسبرسو واللاتيه والكابتشينو كلها جاية من إيطاليا. بس شنو اللي يفرق بينه وبين مثلا القهوة الفرنسية ولا التركية؟ طريقة تقديمه بشكل عام أو تحضيره، لأن القهوة الفرنسية ولا التركية لها تحضير خاص، بس الإسبرسو اللي هو اللاتيه له المشين الخاص فيه حق تقديمه. طبعا انت لك لمساتك واضافاتك اللي تتميز فيها قهوتك ولها مسميات وعندك اشياء مكونات خاصه، فاكيد احنا بدنا نتعرف على اكثر المشروبات مبيعا عندك. طبعا اكثر المشروبات مبيعا عندنا اللي هو الايس 96 ديجريز لاتيه، هاي السيجنتشر تبعنا، وعندنا الايس سبانيش لاتيه والايس توفينت من جهه المشروبات البارده الكوفي، وعندنا المشروبات الساخنه اللي هو التوفينت والسبانيش لاتيه بعد، ومن جهة السوفت درينكس اللي هو
مثل ما يقولون المشروبات الغازيه، المشروبات الغازيه والريد بول المكسات نمكسها. لو بيكون عندنا الاكثر الحين اكثر شيء نزل عندنا اخر شيء اللي هو الكوكتيل. الكوكتيل 96 ديجريز، سبب اختيارك لهذا الاسم للمشروع؟ طبعا 96 ديجريز هو 96 ديجريز عباره عن المعيار العالمي لدرجه حراره الماء. اوكي، فالاسبريسو من 90 ل 96، وللبلاك كوفي للقهوه السوداء بيكون من 92 ل 96، فاحنا قاعدين نروح على اعلى درجه حق غليان الماء. حق غليان الماء. طبعا انتم متواجدين في ضاحيه عربات الطعام بعد المبادرة السامية من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة حفظهم الله. كيف ترى هذا الدعم اللي تم تقديمه لكم والدعم المقدم من وزارة التجارة والصناعة والتجارة والسياحة؟ طبعا نشكر سمو الشيخ ناصر والشيخ خالد بن حمد الخليفة على دعمهم المستمر في دعم الشباب البحريني، ونشكر طبعا هيئة الصناعة والتجارة والسياحة على توفير المساحة لنا عشان نقدر نبدع فيها في السوق. وانتوا استحقيتوا هذه المساحة صراحة على المشاريع المميزة، ما فكرتوا ان المنافسة بينكم وبين باقي المشاريع ان انتوا تتواجدون في مكان واحد راح تأثر عليكم؟ طبعا هذه المنافسة لابد منها، بس كل تراك او كل مشروع للمساته المعينة في تقديم المنتج حق الزبون. يعني حتى لو كنت انا موجود هنا كوفي وغير موجود كوفي، كل شخص او كل تراك له لمساته الخاصه في الكوفي اللي قاعد يقدمها للزبون. بالتاكيد، فكل زبون انت لازم شلون تجربين الزبون ليش لمساتك الخاصه حق المشروب اللي راح تقدمينه له. طبعا حسن، يعني اكيد في كل فتره معينه تبدلون في المنيو وتغيرون، شنو الفتره اللي انت تستغرقها عشان تغير في منتج معين عندكم او مثلا تضيف على المنيو؟ كل 6 شهور. هو بشكل عام الاشياء موجوده، بس انت متى تنزلها؟ مثلا ساعات ننزلها في سيزون، فلما يبدل الشتاء ننزل التوفينت او ننزل الكوكتيل، مع انه بارد بس يمشي في الشتاء اكثر من الصيف. يعني هو ما له سيزن معين، لكن مثلا التوفينات من الاشياء اللي يعني الناس تميل لها لانه سويت اكثر صاير. صحيح. ف يعني اكيد كانت لك مشاركات مثل ما قلت من قبل هيئه البحرين للسياحه والمعارض. شلون لقيت اقبال الناس في البدايه، خصوصا مع بدايه السنه، يعني بدايه الفعاليات اللي صارت؟ طبعا الفعاليات بدينا يوم يا هيئه السياحه في 2018، كان في الفيستيفال سيتي في الفورمولا، كان الاقبال كثير يعني علينا، خصوصا ان كنا تركات بسيطه، ما كان هذا العدد من التركات متواجد في البحرين. صحيح، فكان شيء جديد عليهم في السوق، يشوفونه في دول اوروبيه ولا برا بس ما يشوفونه موجود في البحرين، فلما كان موجود في البحرين كان الاقبال واجد كثير. واليوم السوشيال ميديا يعني ساعدتكم اظن وايد عشان تنتشرون، فكلمنا شلون بديتوا في السوشيال ميديا؟ يعني الناس تروح تصور الكوفي تسوي لكم منشن او تسوي لكم تاج، فاكيد هذه ساعدكم في الانتشار. صحيح، هذا بيلعب دور في السوشيال ميديا كبير، بس الدور الاول والاخير في شلون تصمم الاكونت حقك في الانستغرام بشكل عام. هو السوشيال ميديا يلعب في الانستغرام، شلون تصمم البيج حقك، تنظم الصور، تخلي الزبون مثل ما يقولون تنفتح نفسيته لما يتصفح في البروفايل حق الكوفي او حق المحل نفسه. اكيد البيج لانه هو مثل المنيو اللي تشوفونه بشكل الكتروني. صحيح. يعني ما فكرت مثلا ان تسوي مشروع مشابه له او مشروع اخر مستقبلا يعني عشان التوسع والانتشار؟ طبعا موجود التراك الثاني، بديته في هذا الشهر اللي هو بيكون اسمه فايز دي. اوكي، جنب 96 ديجريز. طبعا افتتحته هذا الشهر، وفي قريب بعد يعني خلال الشهر القادم يكون فرع 96 الجديد في منطقه السيف ان شاء الله. ما فكرت يكون الانتشار مثلا بعد ان شاء الله مستقبلا خارج مملكه البحرين؟ ان شاء الله، بس نبتدي اول شيء في البحرين ان شاء الله، نبتدي على انتشار واسع البحرين بعدين نطلع برا ان شاء الله. طبعا لان اليوم انت فتحتوا فود تراك، فاكيد في نصيحه حاب توجهها لي اي شاب او شابه حابين انهم يدخلون في هذا المجال؟ صحيح، شو توجه لهم؟ نوجه لهم اول شيء لازم يتحدون حاجز الخوف اللي عندهم،
اي شخص يبي يفتح مشروع تشوفين حاجز الخوف ياثر عليه، يقول لا انا بخسر. لا، ما في شيء اسمه ان الشخص راح يخسر. يعني كل بزنس يقولون يجي دروب، يجي بوينت معين، هو بشكل عام بوينت، هذا البوينت هو اللي يخلي البزنس دروب. لازم يصلح هذا البوينت، يكتشف هذا البوينت ويصلحه عشان يرد يرجع ستاند باي في السوق ان شاء الله. طبعا يعني حسن، انت نصحتهم انهم يكسرون حاجز الخوف ويبتدون، وان شاء الله يعني مثل ما تم تخصيص هذه المنطقة لهم راح يتم انتشار اكثر للعربات المتنقلة. صحيح. بالتأكيد يعطيك العافية على حضورك، وانا اشكرك جدا وبالتوفيق لك بالتو فود تراك اللي عندك ان شاء الله. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا، حلوة هذه الروح البحرينية اللي تعشق التميز وتقديم الأفضل، وإبهارنا حقيقة أفكارها وإصرارها على النجاح والعربات الموجودة في هذا المكان واللي تحتضنها الساحة المحاذية لاستاد البحرين الوطني بمدينة حيسة. أكبر دليل على ذلك هذه الاحتضان اللي قاعد يصير في هذه الساحة. بنرجع لمراسلتنا زينة مصطفى واللي بتقدم لنا مع الجمهور فقرة أخرى في حلقة اليوم وسؤال أخير حول فقراتنا. شكرا لتشوك. طبعا رجعنا لكم من فود تراك ديستراكت اللي هو المكان المخصص لعربات الطعام. طبعا شو قبل لا نبتدي وناخذ سؤال حلقتنا الثاني لليوم، طبعا ابي انوه بس على شغله بسيطه، ان السؤال اللي احنا نساله دائما هني يكون تكلموا عنه اوريدي في الاستديو، يمكن يكون له علاقه في المشروع نفسه اللي موجود صاحبه داخل، او ممكن يكون عن الفنان، او ايا كان محتوى السؤال اكيد اجابته راح تشوفونها في الاستديو. من شذي اللي بيهني يفضل انه هو يكون مبطل على الابلكيشن الخاصه في بحرين تي في علشان يشوف حلقتنا وممكن انه هو يعرف شنو جواب سؤالنا لليوم. ولكن قبل لا نبتدي في السؤال نفسه، قلت لكم ابي اكلمكم شوي عن الاجواء. الاجواء بشكل عام جدا حلوه مشاهدينا، يعني الجو حلو، لا هو بارد ولا هو حر، يستحمل ان الاطفال يجون يستمتعون في هذه الاجواء ويجربون ايضا الاماكن اللي موجوده. في اكثر من مكان شفته يقدم حلويات خاصه للاطفال، وفي ايضا كورنر صغير شفته ممكن الاطفال يجون يصممون خلينا نقول الكيكة مالتهم ويستمتعون ويغيرون جو، بما أنه يعني الحين أغلب الأطفال قاعدين في البيت فممكن يجون هنا أيضا يستمتعون ويجربون شيء جديد مع أهاليهم. أكيد الحين معي ضيف، خلينا نسولف معاه أكثر ونشوف إذا أول مرة يهني. أول شيء تعرفني بنفسك؟ سيد رضا سلمان. نعم. سيد، أبيك تكلمني أكثر عن أجواء المكان، هل هاي أول مرة تيهني؟ لا والله كذا مرة لقى الأهل. مكان حلو وشرح، باركات موجودة، مكان واسع، كراسي، الحمد لله، يعني ما في أجواءهم وايد عجيبة، وأنصح كل من يجي هني يشيك. يعني حتى مشاهدينا الموجودين ينصحونكم أن تكونون هني. جربت المطاعم اللي موجودة هني، شنو جربت؟ شنو اللي عجبك؟ والله كذا مطعم جربت، الحمد لله أكلهم نظيف ولذيذ في نفس الوقت، وأسعارهم زينة بعد، وأنصح كل من يجي، وايد زين. اليوم جاي تتمشى ولا حاب انك تجرب مكان جديد ما جربته من قبل؟ لا والله بتعشى. ايه، في مكان معين في بالك؟ لا والله لا الحين، قاعد نفطر نشوف. حلو حلو، شكرا. طبعا الحين بسألك سؤال اكيد سولفوا عنه في الاستديو. السؤال يقول لك شنو نوع القهوه اللي تستخدمها عربه 96 degrees واللي متواجدة في ضاحية عربات الطعام؟ أقول لك خيارات؟ تفضلي. القهوة التركية، القهوة الإيطالية، أو القهوة الفرنسية؟ لا أتوقع يا إيطاليا يا تركية. لا إيطاليا يمكن، إيه أو تركية. لا إيطاليا أتوقع. إيه أتوقع. صحيح، الإجابة هي القهوة الإيطالية. طبعا لك جائزة بقيمة 50 دينار مقدمة من بنك إلى. شكرا أختي. شكرا. عافية. الله يعافيك أختي، ما قصرت. طبعا مشاهدينا نفس ما ذكرنا أن احنا الأسئلة اللي نسألها في حلقة اليوم أو جميع الحلقات أكيد راح يكون جوابها مذكور في الاستديو. تتابعونا وتعالوا زورونا عشان تشاركونا في هذه المسابقة، ويمكن يكون لكم النصيب ان انتم تحصلون على جائزة بقيمة 50 دينار ان كانت مقدمة من بيولت او من بنك إلى. طبعا اكيد الاجواء جدا حلوة، الاطفال مستمتعين، الكبار مستمتعين، يعني
انصحكم تيولي تجربون الاشياء اللي يمكن احنا عاده ما نشوفها برا، ما نشوفها موجوده برا، يمكن في اكلات نشوف صورها بس ما نقدر احنا نسويها في البيت، فانا انصحكم ان انتم تيون هني تجربون وتشجعون التركات البحرينيه والمشاريع البحرينيه، لان اكيد كل واحد فيهم تعب وكل واحد فيهم عنده لمسته الخاصه ان كان في البرجر او القهوه اللي يقدمها. مشاهدينا اكيد راح نرجع لكم من خلال الحلقه، ولكن الحين راح ارجع مع شوك في الاستديو. يعطيك العافيه زين، طبعا يا حظك ان انت موجوده في هذه الاجواء الجميله، واكيد لكل الزوار لازم يحاسبون ويتخذون الاجراءات الاحترازيه للحفاظ على انفسهم واكيد على سلامه المتواجدين في هذه المنطقه. راح ننتقل وياكم مشاهدينا الى مشروع جديد، وهي عربه جناحي برجر من العربات المتواجده في ضاحيه عربات الطعام، عربه متميزه بنتعرف عليها من خلال هذا التقرير. انطلق مشروع جناحي برجر في اكتوبر عام 2019، ولقى رواجا واسعا من محبي البرجر والاكلات البحريه. عاده اللي نشتغل نجيب دائما اشياء يعني هاي كواليتي، ما نجيب اي شيء مني منك، دائما نشيك ولازم يطلع زين، اذا ما طلع زين ما نجيبه، ودائما نتعامل ويا الزبائن كانهم اهلنا وهلون، فينجذبون وايد المحل ويستانسون. راشد جناحي واحد من آلاف الشباب الطموحين اللي يسعى دائما إلى تحقيق ذاته ورفع اسم بلاده في نفس الوقت. وتعلمت أن الواحد لازم يصبر، لأن كل شيء يأخذ وقته ولازم أستغل وقتي عدل عشان أفرغ بين الدراسة والعمل. يعتبر مهرجان عربات الطعام في استاد البحرين الوطني واجهة متنوعة لقوائم الطعام المختلفة، واللي تضم بين طياتها العديد من المواهب والمشاريع البحرينية. معنا اليوم جاسم جناحي صاحب تريك جناحي برجر اللي تميز بالبرجر والسلطات وغيرها الكثير. نرحب فيك. هلا فيك، هلا فيك. يا هلا مرحبا، شلونك؟ بخير عساك بخير. في هذه الفترة البسيطة قمنا نسمع وايد عن جناحي برجر، فكلمنا عنه. الحمد لله، الحمد لله. جناحي برجر فكرة كانت موجودة من سنين، بس اللي وقفنا عنها كان الارتباط بالعمل. أوكي. اللي هو نظام الشفتات بيكون فيه، فما في وقت عشان نروح نتفرغ. مطعم معناته لازم انا اديره بنفسي. اديره بنفسك صحيح. بنفسي إيه، واقوم عليه بروحي. فانا ضد فكره انه اجيب شخص يشتغل فيه. انا اقوم فيه وانا اللي اطبخ وانا اللي اسوي كل شيء كامل. فاول ما صار مشروع التقاعد. التقاعد اختياري؟ لا لا. ما خذيت التقاعد اختياري، لكن طلعت تقاعد وخذيت الفرصه وبدات. اخذت الفرصه وبدات بريته اول شيء. صار كنا بنسويها على ثلاث مراحل، انا وشريكي، عندي شريك عبد الله سعد، قلنا خلينا نسوي الفكره على ثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي بتكون في الصغير، اساس يكون محل صغير، نشوف اكلنا شلون مع الناس، اساس انه حتى فرصه الخساره تكون جدا بسيطه. اوكي. سوينا الكابينه بنفسنا بروحنا انا وعبد الله سعد، ابتدينا في الصغير. النجاح كان بالنسبه لي باهر، يعني ما توقعته. ما توقعته. ما توقعته. فمن هناك جات فكرة من عقب صخير، قلنا خلاص الحين نسوي العربة. إذا نجحت العربة بعدين نشقح على محل. على محل. فشوي شوي ستيب باي ستيب على ما يقولون، فالخطوات مدروسة، الأكل مدروس، كل وجبة تطلع من المحل مدروسة. السوس عندنا صوص واحد فقط لا غير، ما في الا هو. بس يعني اللي يميزكم ان انتم عندكم صوص واحد. صوص واحد، لكن ذي الصوص يمشي ويا كل وجبه نخليها، يمشي وياها. فحتى مطاعم من برا
يشترون من عندي ذي الصوص يقدمونه مرة. فأنت سويت يعني سويت حق نفسك صوص معين، معين وخليت إن الكل اللي حاب إنه هو يجربه ولا إنه هو نعم يقدمه في أطباقه إنه هو يرجع لكم وياخذ من عندكم. بالضبط يشترون الحين، يشترون حاليا في مطاعم برا تشتري من عندنا الصوص على أساس إنها تقدمه هي. ما قلت إن هذا شيء خاص فيني وتبي يعني حق نفسك. بالعكس الفكرة هي الفكرة إن أنا أشتغل، دمنا أنا بشتغل معناته أنا بدخل فلوس على أساس الاستمرارية، فإذا أنا اشتغلت ودخلت فلوس الاستمرارية موجودة، وهذه بالعكس نجاح لي بيكون بالتأكيد. إذا في مطاعم ثانية يستخدمون المنتج مالي هنا نجاح لي. يعني فكرة التراك أنت يمكن يعني بديتوها شيء صغير ولكن اليوم بالضبط. يعني أنتم موجودين هنا ولكن بالضبط. هل فكرتوا أن تكونون مثلاً في أفرع ثانية في أماكن ثانية؟ إن شاء الله بإذن الله الخطة مدروسة ويا عبد الله سعد، أن نفس ما قلت لك من الصخير قلت له نتدرج فيها، كل ما نشوف الإقبال الشديد الصراحة بالنسبة لنا هني في ضاحية عربة الطعام ما كنت أنا متوقع أنه بيكون الإقبال كذي بهاي الشكل من أول يوم، لأن الحمد لله فضل ونعم من رب العالمين الحمد لله ما نلحق يعني ساعات عشر لعشر من كم يوم عشر لعشر أنا شفت الساعة sold out كامل sold out والحمد لله هذه نعمة وهذه الحمد خير لله بالتأكيد. الحمد لله الحمد لله ونشكر يعني أكيد سمو الشيخ خالد وسمو الشيخ ناصر أكيد. على هذه المبادرة أكيد. اللي قاموا أكيد. فيها بالتأكيد أكيد يعني أنتوا إيش كثر استفدتوا من تواجدكم إنه ما يتم تخصيص مساحة وما تتعنون إنه مثلاً ما في باركات حق الناس بالضبط خلش من ذي شوفي اللي يرتبط في هاي النوعية من الأماكن يوفر على نفسه الكهرباء الوقت نقل الأغراض من إلى، لازم يكون عنده ستورين يعني يكون عندك ستور هني بتقفل مثلا أقصد إذا كان برا إذا كان برا بيكون عنده ستور في المحل ماله لين يبي يقفل يشيل النقلة كلها يوديها للستور الثاني على أساس التثليج وما يخترب الأكل بس هني لا بالعكس هني راحة صراحة بالصدق يعني الأكل يتم الكهرباء موجودة على طول 24 ساعة الفريزرات موجودة الأكل موجود والخدمات ما شاء الله من أروع ما يمكن الحمد لله والمكان ثابت أنت ما تحاتي فكرة أنك تنتقل من مكان والناس تيجي ترى الحمد لله أحسن من برا والترتيب والنظام أنا رحت برا قبل أفتح هني أنا تبين الصدق في البداية كنت رافض هالفكرة بس يوم جيت قلت له والله أبيها وبيها تنتشر في البحرين شو احنا سمعنا ان في بسيتين بعد بيسوونها ان شاء الله ما شاء الله اذا صارت بهاي الشكل شيء طيب كبدايه الحين مثلا احنا شيء ممكن شهرين ثلاثه صار لنا إيه بهاي الشكل بهاي الشكل وايد زين وايد زين وان شاء الله يعني مثل ما شفنا هنا عندكم فود تراك واحده ان شاء الله بعدين في مشاريع ثانيه عندكم انتشار اكثر باذن الله باذن الله ان شاء الله ماشيين زين ان شاء الله باذن الله طبعا اكيد مثل ما قلت ان انت شفت اقبال الناس على المكان لكن شلون المنافسه بينكم وبين باقي المشاريع المشابهه لكم؟ تبين الصراحه انا عندي هدف معين ما قاعد اشوف احد ابن الصج قاعد اركز انت مركز على البوينت مركز حق بوينت معين هدف معين رايح له الشباب الله يعطيهم الصحه والعافيه اشوف ما شاء الله الكل يشتغل بس انا ما قاعد اتابع احد انا اهم شيء عندي بالنسبه لي المنتج كواليتي اخذه من شركات عوده هنا في البحرين واهم شيء السعر الكواليتي والسعر صح سندويشة ما تطلع من المحل لا انا اشوفه وان كل شيء اوكي وياها ولين يدفع الزبون يهمني وايد يهمني ان اخذ رايه كلهم يعني لو تسالينهم جناح برجر يقول ليش سالنا وقال لنا لو يصير خطا واحد يصير خطا واحد مثلا ساعات يصير مثلا خطا واحد في اوردر معين اي ياخذ نفس الاوردر مره ثانيه بلاش انت ما تبي تخسر زباينك بالتاكيد وهذه اذا دل يدل على اهتمامك بالمنتج اللي انت تقدمه للناس اكيد وايد يهمني الكواليتي وايد يهمني شنو اللي يميز البرجر عندكم؟ أنا ما أدري شو عند الباقي بس اللي عندي أنا الحمد لله يعني يمكن خسرت يعني شوفي طول هالسنة دي كلها الوقفة دي اللي صارت مات كورونا خسرت لحم وايد تجارب وايد صارت آخر شيء وصلت حق هذه اللي هو شيء يكون سهل لا بهارات زيادة شيء بسيط وسهل ونكهة حلوة خلاص أنت وصلتي حق اللي تبينه وحق ذوق الناس معظم الناس تبي تطعم طعم اللحم صح. لأن في ناس تخلي مثلا سوس خضرة
اشياء سبايسي لو قلنا طعم اللحم راح تضيع الخلطه ما تضيع اصلا أضيع. شنو أضيع. شنو احنا موجود. اهم شيء عندنا اللحم طعم اللحم تحصلينه في صوص الصوص مالنا نخليه بسيط بس ما يضيع طعم اللحم الحمد لله. والوجبات اللي عندنا احنا قد ما قدرنا ان نغطي تقريبا معظم الزبائن النسوان لهم شيء يجون معظم النسوان يجون حق شغله معينه والشباب اللي هي المهياوه النسوان المهياوه يميلون لها امس سولد اوت المهياوه من وقت وبعد يمكن شنو البست سيلر عندكم؟ البست سيلر اللي هو البرجر مع البريسكت الخلطه ذي البريسكت كنا نسوي البريسكت قبل بروحه جربته مره انا شفته ثقيل مو ثقيل هو طعمه حلو وكل شيء تمام بس انه عقب ما تكملين تحس خلاص بس اي اي انا احب ان اي برجر اقدمه لازم يكون خفيف اي برجر تاكلين عندي خفيف فقلت البريسكت هذه بيخرب سوق البرجر شو اسوي فيه؟ كنسلته شلته اخذت منه جزء مثلا عندي برجر انا الحين نصها برجر نصها بريسكت حلو فانت جمعت ما بين الاثنين وعطيتهم شيء جديد الحين ما حد يبي البرجر بروحه الا ويا بريسكت والحين الناس اصلا مؤخرا يمكن وايد صار عندهم اهتمام في البريسكت وصار بالضبط. عندهم انه يعني يجربون اشياء متنوعه بكم يسوونه مريض ايش قد ياخذ للبريسكت ياخذ له يمكن يوم كامل 12 ساعه أي. انا اسوي ساعتين ونص شلون ساعتين ونص جدر الضغط الكهربائي هذا اللي سهل عليكم ساعتين وايد ونص. اي الحين سولد اوت الحين قبل الله من شوي الكمية الأولية سولد أوت يعني واحد قلت له يبي لك بعد تقريبا كان 45 دقيقة عشان يبرز أو يجهز الجدر الثاني يعطيك العافية يعني على هذه الجهود خصوصا أنه أنا مثل ما قلت أنه يعني البريسكت يبي لك 12 ساعة فأنت قللت الجهد وقللت الوقت وأكيد قدمت الطعم والجودة الموجودة حق الناس طعم روعة على ما يقولون طبعا اكيد عندكم خطط مستقبليه انت قلت ان انتم تمشون على خطه ثابته فاكيد ودنا نتعرف مستقبلا شنو ناويين تسوون الخطوه الثانيه ان شاء الله بيكون مطعم باذن الله ان شاء الله باذن الله بيكون مطعم فكرت شلون راح يكون هل راح يكون بنفس الثيم لا الثيم هذا هو ما يتغير ان شاء الله انا في بالي انه ولا اجنبي يدش المحل انا شيء فكرتي بحريني بحت كامل احتاجنا واحد ولدي ما شاء الله عليه انا كان عنده فتره امتحانات من اسبوع الحمد لله كمل وهو اللي فما شاء الله عليه خفف علينا الشغل يعطيك العافيه يعافيك واكيد هذه الجهود اللي بينكم ولما يكون المشروع شايلينه اهل الاهل اكيد نعم. راح يكون أكيد. يقدم اختلاف اكيد ويكون له طابع مختلف لان الناس تشوفون الاهل موجودين نعم. يعطيك العافيه يعافيك يسلمك نتمنى لكم جزاكم الله خير والله ما قصرتوا ما قصرتوا جزاكم الله خير تسلم مشاهدينا كل الشكر لكم على المتابعة والتفاعل في كافة فقراتنا وأيضا الحضور الجميل لضاحية عربات الطعام وإن شاء الله يتجدد اللقاء معاكم يوم الجمعة القادم بإذن الله في نفس الموعد مع السلامة